رضوان من الله. طيب ما هو الإنسان في الدنيا في طاعة وفي عبادة، وما أجمل الحياة في طاعة الله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، لم يقل فلا نعيشه، لا، إنما قال فلا نحيينه حياة، حياة طيبة، لأنه عاش في هذه الحياة بروح القرآن، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فهو في سعادة. فمن اتبع هداية فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. طيب كيف يكون الضلال؟ انحراف عن توحيد الله وعن عبادة الله، ويموت على غير الإسلام أو على المعاصي أو الفسق والعياذ بالله. يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالمؤمن لا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وما هو عكس الشقاء؟ طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يعني لماذا؟ يعني أنزلنا عليك القرآن لتسعد به وتفرح به وتهنى به. ولهذا قال وأما الذين سعدوا، حفص وحمزة وكثير خلف، أسعدهم الله سبحانه. القراءة الثانية وأما الذين سعدوا، يبقى سعد من باب البناء للفاعل، هو الذي سعد. طب من الذي أسعده؟ هل سعد بمزاجه وهو يتحكم في كل شيء كما يقول بعض علماء التنمية البشرية اليوم؟ يقول إن الإنسان بيده يعني يتحكم في كل شيء، يستطيع أن يسعد نفسه وأن يشقي نفسه. أن لا، ليس إلا هذه الدرجة، إنما لابد من الاستعانة بالله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا دعاء الاستخارة.